فإذن هلا كاباسيتور كمان بنراجع المعطيات اللي نخدينا تشارجر فيل تشارجر فيل بكون حاطين الجنريتر وفي عنا كاباسيتور والريزستور هذه بوزيشن 1 بوزيشن 2 لما يكون كاباسيتور صار هو ريزستور بدون جنريتور يعني بتكون تشارجر فيل هو هذا الجنريتر طيب هون فاذا سويتش ات بوزيشن 1 عند التشارجنج فيز يعني السيركت هو بيكون بهالشكل عندنا الكتريك كارنت كريتد باي ذا باتري في عندي اكوميليشن اوف بوزيتيف تشارج اون ذيس امبتشر اوف ذا كاباسيتور اند accumulation of negative charge on the armature V of the capacitor. فإذا بصير في عندي accumulation of charge positive sur l'armature A du condensateur, accumulation de charge negative sur l'armature B qui est relié au volume négatif de la pile. طيب. فإذا هون capacitor ببلش يعمل charging يعني بيكون فاضي الفولتج يعني صفر ببلش الفولتج يعني زيد. نحن عندنا U capacitor equal U battery equal U capacitor plus U U battery constant for example the electromotive force with no internal resistance يعني constant هذه E عطول at any time هلا مع مرور الوقت إن الكاباسيتور at T equal 0 second كان صفر مع مرور الوقت بده يصير يزيد ليوصل اخر شيء ل value E قد البطارية فـ T equal 0 كان كاباسيتور صفر فبيكون U resistor هو قد البطارية مع مرور الوقت U capacitor بتزيد والـ UR بتقل لاخر شيء U capacitor يصير قد البطارية و البطارية UR صفر فرض البطارية هي 9 فولت بيكون اول شيء كاباسيتور صفر هاي 9 بلش يزيد يصير 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 وهكذا لاخر شيء الكاباسيتور يصير 9 يو ار يصير 0 فاذا الكاباسيتور از انكريزينج يو ار از ديكريزينج ات ايكوال 0 هاي هون اشتغل عند اليو ار ايكوال ار اي ان جنرال بما انه اليو ار انه ديكريزينج يعني الاي ديكريزينج ات ايكوال 0 اي 0 equal U R 0 over R يعني هي E over R فإذا electric current أول شيء يكون I 0 equal E over R خف مع الوقت ليصير صفر فإذا عندنا U capacitor U capacitor بتزيد لتوصل قد ال E U resistor بتقل من ال E للصفر والالكتريك كارنت اي بقل من اليو اوفر ار ل زيرو هذه بالتشارجنج فيز اما بالديسشارجنج فيز لما نكون حاطين الكوميوتاتور على بوزيسيون 2 فبيكون في عندي كوموساتور وال كوندكتور ويك لحالهم بالسير بي وهو الكوندنساتور اصلا شارجي بوزيتيف مود من هالميلين فاذا كان الكرو الكتريك عم بيفوت من الارماتور اه كي شارجي بوزيتيف مود لما كان الكوندنساتور جو لرول ريسبتور كان عم بيستقبل الكرو الكتريك هلا الكوندنساتور جو لرول ده جنراتور هو عم يولد كرو الكتريك دون السير بي دونك الكرو الكتريك ما بيطلع من الارماتور بوزيتيف يعني ده الكاباسيتور والكريت اند الكتريك كارنت فروم اكس بوزيتيف بول الدايركشن هيطلع من البوزيتيف دايركشن هيدا الار هذا الكرو الكتريك هو سيركي بي الشار الفاز بالديشارج طيب هلا هون ما في عندي غير كوندنساتور وكوندكتور اوميك فاذا في كوندنساتور ايجال يو اف اتي ايجال زيرو يو
كوندوساتور كانت U يعني U R. مع مرور الوقت U كوندوساتور بدأت N يعني U R بدأت N. آخر شيء U كوندوساتور صفر U R صفر. فنفس الشيء U كوندوساتور بتقل من ال U لزيرو U R بتقل من ال U لزيرو. كرة إلكتريك E هو مثل U R أكيد حيقل. وكمان أعطيه إجال زيرو E زيرو هي U R زيرو سير R فتطلع كمان U سير R. فإذا هون بحال فاز بتشارج عند الـ U كوندوساتور والـ U R اثنيناتهم لأنه فيش غيره بهيدا الطاقة بدهم يقلوا من الـ U للصفر والكرة الإلكتريك E نفس الشيء بدهم ينزل من الـ U سير R. فإذا هون اللي أنا بدي أنتبه له إنه بالفاز بالشارج الـ U سير بتزيد بالفاز بالشارج الـ U سير بتقل. أما الكرة الإلكتريك بدهم فاز أول شيء بيكون ماكسيمال بيرجع بقل بصير صفر بدو فاز. فإذا كنت حاطط هون بدل الأرض اللمب هذه اللمب بتكون أول شيء بتضوي بقوة بترجع بتخف بتطفي. هذا الفرق إذا بدي أسألكم إذا حطينا بوبين إن اللمب بتضوي شوي شوي لتوصل لآخر شيء بتضوي اللي بتضوي بتكون أول شيء بتطفي بتضوي بروجريسيفلي. أما إذا كنت حاطين كباسيتور بتضوي أول شيء بقوة بترجع بتخف وبتطفي آخر شيء. طيب ماشي شو أخذنا بعد المعلومات؟ أخذنا الإكسبرسيون دو UC هي Q سور C و الإنرجي إلكتريك دون الكوندوساتور لأن الكوندوساتور بيخزن الإنرجي إلكتريك هي الفورملا على 1 دمي C UC أو كاري أو 1 دمي Q كاري سور C أو 1 دمي محل عندي السبب نحط Q سير U سير تطلع Q U سير. فإذا الواحد من هول الثلاثة نحفظ. طيب شو مطلوب منا بعد الدرس الكوندوساتور نحن نشتغل نحن نطلع الإكواسيون ديفرنسيال on U سير on Q on E في حالة الفاز الشارج الفاز ضد الشارج نطلع منهم الإكسبرسيون de U سير Q E en fonction du temps كمان بالدو فاز. فإذا هلا بدنا نشتغل نطلع الـ differential equation وال خلينا هلا يلا طيب نرجع للـ charging phase بالتالي كاباسيتور آي طيب هيدا الآي بلس ماينس هون الكيو وهون ماينس كيو. طيب فإذا نطلع أول شيء الديفرنش إيكويشن أون يو سي عندي يو يو بالتالي إيكوال يو سي بلس يو آر يو بالتالي إيكوال يو إي UC plus UR ER. أنا بدي أجيب differential equation on UC يعني بدي خلي شيء غير UC يعني كل شيء غير UC بدل أنا شيله كيلو على الـ U constant خليه الـ constant خليه بس الـ E أنا بدي غيره الـ I شو بتساوي D Q over D T لأنه نحن في grade 10 قلنا إذا كان في عندي أنا هون واير وهذا السكشن اللي قاله أنا عندي هون electrons عم يقطعوا at t equals 0 second بيجي بلش عد كم الكترون عم يقطع طبعا هذا الشريط مكفر بس انه قطعته وهميا بحكي مهم بيمروا عندي الكترون عدد معين خلال وقت معين انا بقول هدول اللي مروا هن عندهم quantity of electric charge q بنسميها quantity of electricity quantity of electric charge q سميناها quantity of electricity نخذها positive بس يعني الواحد بقول لي q لها negative لأنه هو electron بس نحن نخذها absolute value لها فإذا quantity of electric charge لألهم هي بتساوي NE عددهم ضرب الإلمنتري charge الـ electric current by definition I equal q over t هيدا الـ I average
معدل التيار الكهربائي المرئ خلال هالوقت من 0 ل 5 ثواني او 10 ثواني او 20 ثانية حسب الوقت اللي عندك اياه هي الكوانتيتي اوف الكتريك شارت، هذا الاي افريج. اما اذا بدي اخذ الاي انستنتانيس يعني بدي اخذ وقت كثير قليل، يعني بدي اخذ دلتا تي بدي اخذ دلتا كيو، فلما اخذها بتيرن تو زيرو فساعتها بنقول هي دي كيو اوفر دي تي، يعني الاي انستنتانيس دي كيو اوفر تي، مثل مثلا الافريج فيلوسيتي هي دي اوفر تي ديستنس اوفر تايم، اما الانستنتانيس فيلوسيتي هي دي اكس اوفر دي تي. ماشي؟ نفس الفكره. هذه دي هي اكس بوند مونس اكس ريشن اوفر تي. فاذا الفي انستنتانيس دي اكس هون نفس الشيء اشتغل، لانه هيدي الاي هي الاي انستنتانيس، هذه منها اي افريج، هذه اي محل الله يعني بتغير، شفنا الاي عم بتقل. يعني الاي كانت 3 امبير صارت 2 1 4، انا عم بشتغل على الاي بلحظه معينه، فاذا بشتغل على الاي انستنتانيس. دي كيو اوفر دي تي، ونحن بنعرف انه يو سي ايكوال كيو اوفر سي، فالكيو هي سي يو سي، بنحطها محلها هون، دي سي يو سي اوفر دي تي، سي كونستنت بتطلع برا، فاذا سي يو سي اوفر دي تي. اي ايكوال يو سي بلس ار سي يو سي اوفر دي تي. هيدي ديفرنشال ايكويشن، هذا اللي هون هو ماكسيموم فاليو اللي انا بدي اوصل له، وهذا اللي هون هو تاون. اوكي؟ The solution of this differential equation بكون بيعطيك اياها وبقول لك برهنا او بيعطيك اياها وبقول لك مثلا جيب لي الاكسبريشن اوف تاو برقم معاكم هون. المهم انه بتطلع عند اليو سي هي اي 1 ماينس اكسبريشن ماينس تي اوفر تاو، والتاو هي ار سي. ماشي الحال؟ هلا اذا بدنا نشتغل differential equation on Q، Q هي الشارج يلي accumulated على positive ارمتشر، وبدي طلع الكيو لهلا قد ايه. فاذا عندنا نفس اليو باتري ايكوال يو سي بلس يو ار، فاذا اليو باتري هي اي يو سي هي كيو اوفر سي، شو بتقدر تشتغل على كيو بلس ار اي، والاي هي دي كيو اوفر دي تي، خلي الكيو لحالها يعني بضرب بالسي. هاي الفرنش ايكويشن، هيدا الماكسيموم فاليو اللي بدي اوصل له، وهيدا التاو اجباري هذا الماكسيموم فاليو، لانه انا بعرف انه اليو كاباسيتور ايكوال كيو اوفر سي، فالكيو ايكوال سي يو سي، فالكيو ماكس اللي انا بدي اوصل له اخر شيء لما شارج يفول على الاخر، هي لما الكاباسيتور يفول على الاخر، لما اليو كاباسيتور بصير قد البطاريه، فاذا هيدي السي اي هي الكيو ماكس. فاذا الكيو ايكوال بتطلع عندي كيو ماكس 1 minus exponential minus t over tau، q max هي c e. هلا نحن لو كنا مطلعين اليو كاباسيتور هون هاي، كان في نطلع ال q with respect to time derived. كنا شو عملنا؟ عندنا اليو كاباسيتور equal e 1 minus exponential minus t over tau، بعرف اليو كاباسيتور equal q over c، فال q هي c u c، فاذا c محل u c بحط هاي e 1 minus exponential minus t over tau. مثل ما طلع عنا. ايش الحال؟ طيب فعلا اذا كان عندي اياها بس اتجاه تدري؟ اذا كنت بدي اطلعها بجيب الكيو او فونكسيون، بجيب الايكوسوم ديفرنسيال او كيو، وهيدي السوليسيون لها بطريقه طرحها مثل طريقه طرحها تحت الرسميه، يعني بقول لكم مبرهن لي انه هيدي هي سوليسيون بس الايكوسوم ديفرنسيال. طيب بيبقى عندنا اون، بيبقى عندي ايكوسوم ديفرنسيال اون طبعا هون كمان الكيو ما بس عندي هذا، بس اكيد الكيو بتطلع عندي عم بتزيد مع الوقت. الفالور ماكسيمال كيو ماكس هي سي او، فاذا انا بدي اوصل للسي او ابري 5 تو. طيب كمان هون لانه ابري تو بكون وصلنا ل 63% دي فالور ماكسيمال ابري 5 تو، هدول سهلين. اون اي U batteri égale UC plus UR, U batteri UC Q sur C plus UR R fois I. طيب بدي I، يعني أنا بدي أجيب الكيو، أنا بعرف إن U égale DQ sur DT. طيب إذا بدي أجيب الكيو يعني DQ égale I DT، يعني Q égale انتجرال I DT، بدي أحط هون انتجرال ما بينسى الحالة هلا. شو بدي أعمل؟ بعمل ديريفيت، يعني هاي اللي هون بعملها كلها ديريفيت بعرف طرقاتها.
Alors, 3 dérivé par rapport à T1, c'est 0. DQ, 1 sur C, DQ sur DT, la constante 1 sur C, plus R, DI sur DT. Aïe, ça va être sahé. Rahal, DI sur DT, pas de Q. 0 égale 1 sur C, DQ sur DT, plus R, DI, c'est-à-dire, خليها دي اكس زائد تي ومحل دي اكس زائد تي صفر هي بضرب بي سي بصير في عندي هذا الفالور يلي بدك توصل له اخر شيء اللي قلنا عم بتقل مع الوقت لتوصل للزيرو وهيدي هي التو فبتطلع عنا اي هي اي زيرو اكسبونسيال موان تي سور تو اي زيرو هي اي سور ار مثل ما شفناها قبل شوي اكسبونسيال موان تي سور تو تو هي على فاصل هون كمان نفس الشيء الواحد بيقول لي فرضا انا معي كيو فرضا ان احنا معنا كيو كيو ايجال سي او ان مو اكسبونسيال مو تي سور تو ما في يطلع الاي بلا الاي هي دي كيو سور دي تي اعملها ديريفي لها سي او كونستان ديريفي لها 1 0 مو اكسبونسيال مو تي سور تو ديريفي لها انا مو سور تو اكسبونسيال مو تي سور تو فاذا بتطلع عندي سي او سور تو exponentiel moins t sur tau. C e sur tau i r c exponentiel moins t sur tau. C ou c trois fois e sur r exponentiel moins t sur tau. Donc on va faire ça. Mais quand même, on a quand même un peu de temps là. C'est la phase de charge. La phase de charge, c'est le même sujet. Discharging phase يكون عندي الكاباسيتور و الريستور نفس الموضوع بنطلع نفس الديفرنسيال هون بنقول انه بيكون وسطور جولي روز جنراتور بدل نحط الـ U C إيجال كـ R بس بنتبه نحط الـ U هي موان دي كيو سور دي لأنه الـ E أنا هون أنا هون عم بشتغل من الـ E فالور بوزيتيف الـ Q عم بتقل مع الوقت لأنه بكون وسطور عم يعمل ديشارج كاباسيتور از ديشارجينج يعني Q عم بخف و تشارجز عم بقول له فإذا لما يكون في عندي فانكشن عم بتخف الـ Q از ديكريزينج سو اتس ديريفاتيف از نيجاتيف عند اي فانكشن ديريفاتيف نيجاتيف يعني ديس فانكشن از ديكريزنج ديريفاتيف بوزيتيف ديس فانكشن از انكريزنج كما كنا نحط هيك الاف برايم نيجاتيف زيرو بوزيتيف والاف هذا ديكريزنج وهون انكريزنج اوكي فاذا لو عندي ثلاث ديريفاتيف نيجاتيف يعني دي كيو بوزيتيف نيجاتيف وانا بدي الاي بوز صفر بحط ماينس حتى يمشي الحال فاذا هون يو سي ايكوال يو ار U R is R I محل ال I حنحط minus dQ over dt يعني minus C dU C over dt فإذا U C equal R minus R C dU C over dt U C plus R C dU C over dt equal zero هذا ال value اللي عندك توصل له هي zero أنا هلا في discharging phase وهذه هي tau ف U C تطلع عنا هي E exponential minus T over tau وإذا بدي أجيبها on Q هنقول U C equal U R Q over C equal R I equal Q over C equal minus R D Q over D T حتلف على I D Q over D T Q over C plus R D Q over D T بضرب C Q plus R C D Q over D T equal zero كمان هاي التاو آخر شيء بنوصل له صفر فالQ تطلع Q max exponential minus t over tau اللي هي e over c e exponential minus t over tau طبعا وصلنا احنا كان اذا كان مع هاي بقول انا ان q equal c و c وحطها بينتها c e exponential minus t over tau وبال i نفس الشيء بدي اعمل derivative u c equal u r q over c equal r i بعمل derivative 1 over c dq over dt equal r di over
t equal r divided over dt, نجي ونعمل اي سور c plus r dx سور t equal 0 نضرب ب c. هاي الإيكواسيون ديفرنسيال اللي بتطلع اي 0 اكسبونسيال مود t سور تو اللي هي e سور r اكسبونسيال مود t سور تو. قلنا فينا نوصلنا من هون اذا عملنا نفس الطريقة. يعني اي اي هي موان دي كيو سور دي تي هلا تساوي موان سي او ديريفي على اكسبونسيال موان ان سور تو اكسبونسيال موان تي سور تو فبتصير سي او سور تو اكسبونسيال موان تي سور تو والتو هي ار سي سي او سي بتروح تطلع ار سور ار. اوكي هيدي بالنسبة ل differential equation و solution. في عندنا احنا هون سؤال جواب 2010-2011 سؤالكم مستطير سهل. طيب عم لي خلينا نحضر 2010-2011 عم بيقول لك كاباسيتور اوف كاباسيتور سي ايكوال 1 ملي فاراد كانوت سبورت اكسترنز ا فولتج جريتر ذان 60 فولت. يعني اكثر شيء اللي بتحمل هو 60 فولت 60 فولت هو ذا ماكسيموم فولتج سبورتد باي ذيس كاباسيتور. عم بيقول لك شايفين ذا ماكسيموم فاليو اوف ذا بوسيبل ستورد انرجي. ماشي الكتريك انرجي ستور في الكاباسيتور انرجي الكتريك هم مجازيني اللي هم بيحطوا سطير هي بتساوي ان دي مي سي بي سي او كاري. طيب عم بقول لي جيب لي الانرجي ماكسيمال يعني لما يكون بي سي ماكسيمال. فاذا دي ماكسيموم انرجي ستور هي لما يكون الماكسيموم فولتج سبورت يعني هاف سي يو سي ماكس سكوير يعني هاف 1 by 10 power minus 3 by 60 square. طلع 60 square so 1.8 joule. This is the maximum energy supported by this capacitor. Part B عملنا the capacitor is charged under a voltage U equal 60 volts with a resistor R 10 ohm. يعني عملنا له charging يعني حطينا بطارية 6 volt حطينا هذا الكاباسيتور اللي هو 1 ملي فاراد حطينا resistor اللي هو 10 ohm of resistance 10 ohm. Draw a diagram of the circuit هي حتشتغل واحد بدون جميع الأحوال. 2 What is the maximum power dissipated by the resistor? What is the maximum power dissipated by the resistor? فإذا هون maximum power. لما نقول maximum power يعني لما نقول maximum للشغلة يعني الشغلة عم تتغير وماكسيموم لا أنا بفهمها إنه قصده maximum instantaneous power. لأنه لو قصده عن average power ما بينطرح بهذه الصيغة. فإذا نحن بدنا نشتغل على الـ P instantaneous اللي هي U times I. فإذا الماكسيموم instantaneous power هي لما تكون الـ U maximal والـ I maximal. يعني أنا عم بشتغل عمتا at T equal 0 رح نعرف إنه at T equal 0 هون هيدا بكون الـ U لأقل صفر فالـ U R بكون maximum والـ I بكون maximum. فإذا هون ففي حطة إنه U times ال I هي U over R لأن U equal R I فال I equal U over R فا at T equal 0 at T equal 0 second U R is maximum is maximal أو maximum يعني P maximal لما يكون لما أقول على الشغلة قديش هي ماكسيمال يعني عم اشتغل على P instantly عم قارب كذا شغلة يعني انا عم جيب بي شاك انستون بقول انه انا بدي اكبر فاليو لانه فاذا حيكون لما اكون تي ايكال زيرو لانه بكون الـ بي سي ايكال زيرو الـ بي ار بتكون هي قد الـ يو باتري يعني بتكون
اكبر بدل. اذا هون هي البي ماكسيمال، البي ماكسيمال هي ما تكون حتعدى الزيرو لما تكون البي قد فعل البطاريه. فبيو كان ريسيو ال لانه البي هي قد البطاريه، يعني 6 فور 6 سور 10 يعني 3.6 جول. هذه البي ماكسيمال ديسيبي بار لو كوندكتور اونور. الا اذا كان قصده السؤال، بفتح سؤال ثاني، انه قصده بالافريج باور ديسيبيتد باي ذا ريزيستور، ذا توتال افريج باور ديسيبيتد. هون سالنا ذا توتال افريج باور ديسيبيتد باي ذا ريزيستور، فاذا هيدي قصه تنحل هيك سؤال. بصراحة سؤال هيك ضيق. ف ماكسيموم باور انا بفهمها بهالطريقة وبحلها بهالطريقة، بس خليها رسمي هون. فرضا قلنا ذا افريج باور ديسيبيتد باي ذا ريزيستور. انا لما اجيب افريج باور بجيب انرجي. يعني لما اقول انا في افريج بي افريج يعني هي الانرجي اوفر ذا تايم. التشارجنج فيز يعني الانرجي ديسيبيتد باي ذا ريزيستور كلها على 5 تاو اللي 5 ار سي الوقت. لما انا باخذ التشارجنج فيز تقريبا الريزيستور اشتغل خلال 5 تاو، لانه خلال 5 تاو كابس رح يكون. هلا الانرجي ديسيبيتد بدي اجيبها. انرجي ديسيبيتد طيب احنا بنعرف انه اذا بدي اجيب الانرجي هي دي بي اوفر دي تي، شايف؟ او بالعكس بعتذر، البي انستنتانيوس هي دي بي اوفر دي تي، دي اي اوفر دي تي، دي اي اوفر دي تي، لانه بي افريج انها هي دي اوفر تي، فالبي انستنتانيوس دي اوفر دي تي. فاذا الدي اي هي بي انستنتانيوس طرد دي تي. بويسونس انستنتاني هي يو فوا اي فوا دي تي، هيدي الدي بي. الـ U هي خلينا نحطها R فوا E لأنه مشروع على كوندكتور أمين، هذا R E فوا E فوا دلتا. فإذا R E كاري فوا دلتا. الـ E نحن بنعرفها هون إنه هي E0 إكسبونسيال موانتي سور 2 اللي هي E سور R إكسبونسيال موانتي سور 2. فإذا الـ D E بتصير R E أوفر R exponential minus t over tau square dt. فصارت بتساوي r e square over r square exponential minus 2 t over tau dt. لأنه نحن نعرف إنه e exponential a square هي e 2a. طيب فإذا dt equal r مع r square تحت r هي e square over r exponential minus 2t over tau dt. هاي الدي انا بدي اجيب الانرجي خلال كل فتره الشارج. رح اخذها، فيني اخذها من 0 ل 5 تاو، فيني اخذها من 0 ل 2. يعني الانرجي هي انتجر 0 للبلس انفينيتي الاي سكوير اوفر ار exponential minus 2t over tau dt. اي سكوير اوفر ار كونستنت طلع برا، اي سكوير اوفر ار بدي اعمل انتجرال. استبعد يكون هيك السؤال انه هو مستوى علوم الحياة، عادة من علوم الحياة الأسئلة بيبقى من كل شيء عن التكرار. وظل شوف فإذا هون ال integral exponential minus t exponential u ال antiderivative لإلها هي 1 over u prime exponential u. فإذا هون بصير في عندي موان سور لو في عندي موان على دو تو دو على ان دو سور تو اكسبونسيال موان دو تي سور تو. هيدي من الزيرو تال بلوس لانفين، لانه عندي انا دو سور موان دو سور تو هي يعني مثل تروا مثل ا تي ديريفي لها هي ا. فاذا عندي انا هون الاو بريم اللي جوا هي موان دو سور تو، يعني عندي ان سور يو بريم موان ان سور دو سور تو.
exponentielle moins 2t sur tau 0 plus infini. يعني هاي كونستانت تطلع برا تو تطلع فوق يعني تو او كاري على 2r هون اكسبونسيال موان بلس لانفيني اكسبونسيال موان انفيني 0 0 موان في عندي موان خليتها جوا هنا اذا بدكم نظهرها برا نظهرها لبرا ونرتاح يعني هون الموان ظهرت لبرا بقي عندي انا بس هاي 0 موان اكسبونسيال 0 هي انا موان فاذا موان مع موان بتروح وتو هي ار سي ار سي بكاري سور 2 ار فاذا ار وار بتروح وهي ان دومي سي بكاري وهيدي هي نفس الانرجي ماكسيمال اوميجا زيرو دون كوموساتور فاذا اذا حطينا نحن كوموساتور ريزيستور هذا الريزيستور بده يروح انرجي خلال التشارجينج فيز قد الماكسيموم انرجي اللي خزنها الكوموساتور هذا النتيجه مذهله طيب فاذا هيدي الانرجي هي اللي بصير اقريها انا شو بدي اعمل؟ هيدي الانرجي توتال هيدي الماكسيموم التوتال انرجي ديسيبيتد كل شيء طاقه روحها اذا بدي اجيب له البيسونس بدي اجيب الافرج باور بدي اجيب البيسونس معين هيدي الانرجي بدي اقسمها على الوقت انها هي ديسيبيت اوفر 5 تاو هلا صار اللي بتحقق فيها صار في كفيها هون هي هاف سي اي سكوير هي هاف سي اي سكوير على 5 تاو يعني 5 ار سي سي و سي بتروح يعني بصير هاف 1 اوفر 10 اي سكوير اوفر ار يعني هي 1 على 10 من الباور ماكسيموم باور اللي احنا حكيناه قبل شوي هلا طبعا هيدا من 10 سنين انت هلا المبدا لازم يكون سؤال اوضح انتبهوا كيف تطلعوا بتوضعوا فحلت لكم اياها بالطريقتين حسب كل واحد كيف فهمها ويعطيكم الف عافيه والتوفيق ان شاء الله تنجحوا وكلكم تصيروا اطباء ودكاتره